هو نظام التغذية. اكيد نرمين نسمع عن الكيتو بالفتره الاخيره، بنسمع انه قديش في نسبه دهون، قد كنا نحكي انا وياكي نرمين انه هو فعلا مخيف نوعا ما. صحيح، ولما قرينا كثير عن نظام الكيتو يمكن هيك عندنا انطباع مبدئي شوي عنه انه هو مكلف، ما بنعرف اذا يعني بيناسب كل الاعمار ولا هو للتنحيف ولا لا. هو بيستخدم هذا النظام لمعالجه امراض ثانيه، هاي التفاصيل اكيد رح نحكيها مع اختصاصيه التغذيه رغد باذنجاني. يسعد صباحك. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. مثل ما كنا عم نحكي انا ونرمين، يعني هي الاستفسارات الكثيره، البعض بشجع على الكيتو، البعض الاخر لا، بيقول يمكن خساره الوزن الكبيره في وراها استرجاع كبير للوزن. مزبوط. مع زياده اخرى. خلينا نعرف شو حقيقه الكيتو. تمام. مين هن الاشخاص يعني قادرين يعملوا هذا النظام بنجاح؟ تمام. هلا طبعا قبل ما اعرف عن حميه الكيتو لازم نفهم موضوع بجسم الانسان، هو خلق مع جسم الانسان لحتى نقدر نفهم شو هي حميه الكيتو. الله خلق جسم الانسان انه هو يستفاد من الغذاء لحتى ياخذ الطاقه اللازمه لعمل الخلايا والاعضاء والدماغ وغيرها. برمج جسم الانسان انه هو ياخذ الطاقه بشكل اول او بشكل اساسي من الكربوهيدرات، يعني من الحبوب، من النشويات، من الخضار، من الفواكه. وبحالات طارئه، في حال غياب الكربوهيدرات، ممكن الكبد يفكك شو موجود دهون بالجسم وينتج منها الطاقه. هي هي طبيعه جسم الانسان، لهيك اذا انا بدي ادور على هرم غذائي يوصيني قديش اخذ كميات باليوم، بشوف انه الكميات الاكبر هي لصالح الكربوهيدرات، بعدين بيجي عندي دهون وبروتينات. بالكيتو دايت انا عم بمسك الهرم الغذائي واقلبه راسا على عقب. اذا النظام الغذائي الطبيعي بيقول لي 60% كربوهيدرات، 20% بروتين، 25% دهون، الكيتو دايت عم بيقول لي 75% دهون، 20% بروتينات، و5% او الغيها كربوهيدرات. فالكبد هون بالحاله الطبيعيه الغذائيه، اذا انا كنت عم باكل طبيعي وفي عندي كربوهيدرات وقطعت الكربوهيدرات لفتره معينه مثل حالات الصيام او الجوع، بيقوم بحاله طارئه انه هو بفكك الدهون وبيستفاد منها. اما بالكيتو دايت انا خليت الكبد بحاله طارئه دائمه، ما عنده كربوهيدرات، بده يفكك شو في دهون بالجسم لا احماض دهنيه وشيء اسمه اجسام كيتونيه، ومن هون طبعا اخذوا اسم حميه الكيتو. فانا حبيت بهالمقدمه بلش لعرف عن حميه الكيتو واظهر قديش هي معاكسه لنظام جسم الانسان الطبيعي. طيب خلينا نحكي هيك نبسط اكثر المعلومه للناس، شو فينا ناكل بنظام الكيتو؟ تمام. وشو اللي ما فينا ناكله؟ خلينا نركز على الاكلات الغير مكلفه، يعني هي بتكون انه في مسموح الاكل فيها، ما نحكي افوكادو هالقصص لانه لا دائما لما اشوف نظام الكيتو فورا بيقولوا طبعا هلا اي حميه سواء كان طبيعيه او كيتو، فانا فيني احدد الاكل حسب الوضع الاقتصادي، حسب باي بلد انا موجوده الى اخره. كيتو دايت بما انه بيقول لي 75% لازم يكون دهون، ولازم على الاغلب تكون دهون صحيه، فانا بدي اتجه بقى للزبده اكثر شيء عم بيستعملوها، للقشطه، للمكسرات. الافوكادو هو طبعا منيح بس اذا مكلف انا فبدي اتجه لاشياء ثانيه. بصراحه كل شيء مصادر دهون هي مكلفه بالنهايه، ما عندي انا شيء مانه مكلف. زيت الزيتون يعتبر زيت الزيتون من الدهون الصحيه غير المشبعه، بس كيف بدك تاكليه مع شو؟ يعني انا الزبده ممكن انا اللي فيها مثلا بروتينات، اللي فيها البيض، اللي فيها كذا، ونفس الشيء زيت الزيتون. لهيك هن بيركزوا على الافوكادو على المكسرات لانه انا فيني اكلها كوجبه او كسناك، اما زيت لحاله اجباري بدي اضيف معه اكل ثاني. بيجي درجه ثانيه البروتين، يعني اللحوم والبيض وهيك بيخلوها بكميه متوسطه، بعدين الكربوهيدرات بدي خففها بشكل كثير كبير، يعني بس 5% باليوم، وحصرا من الخضار الورقيه او خضار ثانيه، لكن ممنوع مثلا بطاطا، ممنوع الفواكه، ممنوع كل شيء ثاني. فحميه الكيتو كثير صعبه، وقد ما انا حاولت اختار اكل قليل التكلفه رح تكون مكلفه بالنهايه، وبالنهايه انا رايي شخصيا ما انا كثير صحيه بصراحه. يعني نسمع بكافة أنحاء العالم تم تجربة الكيتو، نزول وزن بأوزان فعلا بسرعة وبكميات كبيرة، يعني أوقات بنشوف 10 كيلو بشهر. تمام. فهذا شيء كثير صعب نحصل عليه بالحميات العادية. العادية. خلينا نحكي عن أسباب النزول السريع لهذا الشيء، هل ممكن يصير استعادة الوزن فيما بعد بشكل كبير طبعا إذا عدنا لحياتنا العادية اللي نحن متعودين عليها؟ هلا المبدأ نحن كاستشاريين تغذية أو بعلم الحميات بشكل عام، لازم أنا أركز على ثبات الوزن اللي أنا فقدته أو اللي أنا اكتسبته، لأنه في حميات لزيادة الوزن، ما ركز على السرعة.
طيب انا اذا هلا بدي اتبع كيتو دايت او بدي اتبع اي حميه ثانيه، ممنوع اني اخذها نظام حياه دائم، فاجباري بده يجي وقت قد ما نزلت بسرعه بده يجي وقت ارجع اكل بشكل طبيعي، اكيد رح يزداد الوزن بشكل كبير. لكن مثل الحميات اللي نحن بنكتبها للمرضى مثلا، هي اكل عادي، هي حسب توصيات الهرم الغذائي، فيه المريض بشكل دائم يتبع كنظام حياه دائم، وهون بيجي سر ثبات الوزن النازل او الوزن المرتفع. لهيك اكيد الحميات اللي بتنزل الوزن بشكل كثير سريع واللي هي مخالفه لنظام الجسم الطبيعي اللي حكينا عليه، رح يجي وقت ورح وقفها ورح ارجع استعيد. رغد انت كانك ضد الكيتو؟ هلا انا مالي ضده، انا بصراحه اذا بتحبوا تعرفوا هو كيف نشا نظام الكيتو، بيهمني هاي العالم كلها تطلع على الامر. ببداية القرن الماضي، يعني فيك تقولي 1920 بهالوقت، كان مرضى الصرع بيعانوا من النوبات الصعبة طبعا، خصوصي على الأطفال وهيك، وما كان في لسه أدوية. الأطباء والجهود الحسيسة والعلماء لقوا أنه نظام الكيتو بعد ما ابتكروه وارتفاع الأجسام الكيتونية اللي حكينا عليها بدل السكر اللي هو من الكربوهيدرات، عم بيريح الدماغ وعم بيخفف من نوبات الصرع، فاعتمدوه فترة كتير طويلة لبين ما بلشت الأدوية تظهر، فاختفى موضوع الكيتو. رجع ظهرت موضة بال 1970 هيك شيء لعلاج اضطرابات التوحد لكذا، بعدين بلشوا يلاحظوا انه عم ينزل وزن بشكل كتير سريع. فانا بقبله كمثلا علاج او مخفف لمعاناة اشخاص عندهم امراض معينة، ما بقبله لحدا بس بده ينزل وزنه يعرض جسمه للخطر وهو قدران ينزله بحمية طبيعية. له مخاطر يعني؟ طبعا اكيد. شو مخاطره؟ هلا اول شيء له اعراض جانبية، لانه انت عم تعودي جسمك على نظام غير اللي هو متعود عليه. فاول شيء في شيء اسمه الكيتو فلو، رح يصير معك اعراض انفلونزا هي ناتجه عن تغيير هالنظام، رح يصير معك تشفاف، رح يصير معك امساك، هذا الموضوع بسيط من الاضرار. الكبد انت دائما عم بتشغليه، هو متعود بس يعني الله خلقه انه بس وقت الحميه او عفوا الصيام او الجوع هو بفكك الدهون، انت عم تخليه كل الوقت عم بيشتغل، فالكبد رح يتعب. كثير في ناس بالدراسات لاحظوا بعد ما حللوا دم ارتفاع الكوليسترول السيء مثلا، فاكيد له اضرار. ومثل اللي ذكرناها انه انا بده يجي وقت وقفه رح ارجع استعيد الوزن، فانا ما بقبله لتنزيل وزن، ممكن اقبله لمعالجه الامراض. طيب اذا حدا مضطر يعني يتبع الكيتو دايت، شو هي النصائح اللي ممكن يعني يتبعها لحتى يخفف من اثاره السلبيه قدر الامكان؟ تمام. هلا في ناس بتحب انه او مضطره عندها مثلا ظرف معين هي بدها تنزل وزن بشكل كثير سريع، فبتختار وعلى مسؤوليتها انه هي تتبع الكيتو دايت. اهم شيء نتبعه تحت اشراف استشاري وطبيبنا الخاص، طبيب اللي بيتابع حالاتنا بشكل عام الصحيه. في كثير ناس بتتبعها من حالها يعني، فبيصير عندهم ثبات ما بيعود بينزل وزن، لانه الامر لازم يصير بشكل تدريجي. فاول نصيحه انه يكون تحت اشراف اخصائيين. ثاني نصيحه كثير مهم، اعمل تحليل دم شامل قبل ما ابدا بالحميه، وتحليل دم شامل بعد ما اكون انا خضت بالحميه حوالي الشهر لشوف اذا في تاثير سلبي على جسمي. وطبعا انا بتمنى يعني ما يكون في استمرار لوقت طويل بالحميه، لانه مثل ما حكينا بتؤدي لنتائج سلبيه مثل ما ذكرناها للكبد لشحوم الدم وغيره. نعم. كمان خلينا نحكي عن الاعمار يلي بتناسب الكيتو. شو هي الاعمار المسموح يتبعوا نظام الكيتو والاعمار اللي بتقولي لا ممنوع في الخطر؟ كثير مهم السؤال. هلا اذا انا بدي اتبعه لعلاج مرض عصبي توحد او صرع، انا هون عندي حاله اضطراريه، ممكن انا اخضع طفل لهيك حميه، طبعا تحت اشراف الطبيب. اذا بس لمثلا هدف التنحيف، طبعا ممنوع اي طفل بمرحله نمو وعنده احتياجاته الغذائيه انه يخضع للكيتو دايت. لازم اعمل له، اذا مثلا عندي اطفال بتعاني من البلانه، لازم انا اعمل له نظام صحي كامل بحريرات قليله لحتى نحفها. كمان انا بخاف من الذكور بالاعمار اللي ما بعد الخمسين سنه، هون كثير بتظهر مشاكل ارتفاع ضغط الدم بشكل طبيعي، حتى ارتفاع الشحوم والكوليسترول. تمام. فهون انا كثير ما بحب حدا بهالعمر، حتى النساء ما بعد انقطاع فتره الحيض، انه تخضع للكيتو دايت. هذا الموضوع كثير بيكون حساس. ممكن بالاعمار اللي بين يعني بعد المراهقه لقبل عمر ال 45 ل 50 سنه ممكن يكون امن نوعا ما، لكن انا شخصيا ما بفضله. طيب كنا عم نحكي بالكيتو انه بمجرد نحن وقفنا احتمال يرجع الوزن، هذا الشيء ما بيتقاطع مع كل الانظمه الغذائيه؟ يعني كلياتنا لما نسوي نظام غذائي بعد فتره بنلاقي شو ما عملنا نظام عم نحس عم نرجع لوزننا، يمكن اكثر حتى من الوزن الاصلي. اكيد.
هلا هي الموضوع شائع بالنسبه للانظمه اللي عكس الطبيعه مثل ما حكينا عليها مثل الكيتو دايت، او في عندي انظمه فيها بروتين عالي كثير بيكون. مثل ما قلنا هي بتضر الجسم، ما فينا نتبعها فتره طويله، فبنرجع لنظام طبيعي بيزيد الوزن. هي اول سبب. الانظمه انا باكد لك اذا نظام غذائي مدروس ومعمول خاصه لهالشخص، يعني مو انا قريته من النت وعم بتبعه، او مثلا رفيقي ساواه واستفاد عليه فانا عملته. اذا نظام غذائي مناسب لجسمي ولحالتي الصحيه ومدروس بشكل واضح، ما رح يرجع يزيد وزني الا اذا انا رجعت رفعت السعرات اللي عم باخذها باليوم بشكل كثير كبير. اما اذا التزمت بالحميه لفتره طويله وبعد فتره مثلا رفعت السعرات بمساعده الاستشاري بشكل بسيط، فما رح يرجع يكون عندي زياده في الوزن. نعم. بدنا نشكرك اخصائيه التغذيه رغد باذنجان، كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها ان شاء الله الكل يكون قدر يستفيد منها. ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا كثير لك.